تناول الروايات التي أثارت جدلاً فوق الحياة قليلاً، وكذلك المجموعتان الخصوصيتان أيام هند وللروح هناك. قبل أن ينتقل الناقد الكبير دكتور ياسر عبد الله إلى المجموعة التي نحن بصدد مناقشتها اليوم مثل واحد آخر، والتي تتفاوت فيما بينها في المساحة البينية ودلالاتها، كما توقف بالنقد والتحليل عند كل قصص المجموعة. والآن ننتقل إلى مداخلات الحضور الكريم. نبدأ بالروائية إيجي همام.